Tantawy. أنا مريهان عبد الرحمن زي ما قال. من وأنا صغيرة وأنا بحب أقعد عند تيتا. كان بابا أو ماما وإخواتي سافروا وأنا مقيمة عند تيتا. كان كل ما بابا يجي ياخدني كنت أفضل أصوت وأصرخ وأقول لها الحقيني يا تيتا بابا عايز يخطفني. بابا عايز يخطفني. ولما كبرت والأيام عدت واضطريت أروح أعيش معاهم كانت دايما تيتا معايا يعني مهما كانت المسافة تيتا كانت موجودة معايا. لما كان بيبقى عندي حاجة قلقانة منها أو عندي امتحان كنت دايما أعدي على تيتا وأنا نازلة وأقول لها وكانت بتفضل تديني كل السبورت اللي أنا محتاجاه وتدعي لي وأبقى متأكدة إن هي هتدعي لي من ساعة منزل لحد ما أرجع. وفي شهر 12 في شهر 11 2000 في شهر 11 سنة 2011 تيتا تعبت لمدة أسبوعين وفي يوم 9/12 2011 she went quietly تيتا ماتت. بعديها وحتى لما كانت ماما بتدعي لي دعوة تيتا كان ليها طعم تاني. كنت بحب أسمع صوتها وهي بتتحايل على ربنا يقف جنبي. كنت بحس براحة. وفي مرة كان عندي امتحان بيولوجي كنت مرعوبة وقبل ما أدخل الامتحان فكرت مش لو تيتا كانت موجودة دلوقتي أكيد إحساسي أنا ساعتها كان هيختلف. أكيد كنت هبقى على الأقل مش حاسة بنص الرعب اللي أنا حاسة بيه. ودخلت الامتحان وأنا في الامتحان حسيت إن في حاجة بتقولي على فكرة هي مش محتاجة تكون موجودة جسديا علشان تلاقيها جنبك. وفعلا دي حاجة صح جدا. أنا مجمعة 16 سنة من ذكرياتي معاها تكفيني بقية عمري. يعني لو في كل موقف وحش افتكرتها هلاقيها جنبي. وبعديها بالصدفة قريت لكاتب اسمه مورغان سكوت بيك. الكاتب ده قال إن ذكرياتنا وأحسن لحظات حياتنا بتخطر في بالنا لما بنبقى مش مرتاحين مش مطمنين مش مبسوطين وبتجيلنا عشان تخرجنا من الحالة اللي احنا فيها. زي إحساسك في أول يوم في المدرسة الجديدة أو إحساسك في أول يوم في الشغل الجديد. إحساسك وإنت بتعمل حاجة هتحدد مصيرك أو إحساسك وإنت عندك امتحان. بتبقى عايز الأرض تنشق وتبلعك. عايز أي حاجة تحصل تخرجك من الموقف اللي انت فيه ده. عايز الوقت يجري بس المكان اللي انت فيه ده تعدي منه وتخلص منه. في اللحظة دي بالذات ممكن تجيلك ذكرى حلوة أو تفتكر حاجة كانت صعبة بس انت كنت قد المسؤولية وعملتها ونجحت فيها أو تفتكر إنسان بتحبه وبتعتمد عليه وعارف إنه دايماً معاك وتحس إن مهما الموقف ده وقته طول هيعدي ومهما كان وحش انت عندك موقف أحلى يغلبه. وعشان كده لازم تعود عقلك انه يحتفظ بالذكريات الحلوه وتعرفه مين الاشخاص اللي انت عايزه يلجا ليهم لما يحتاج مساعده حتى لو كانت المساعده دي مجرد ذكرى. ولو افترضنا ان الحياه دي عامله زي شريان الدم عرفه مين الاشخاص اللي بتسهل جريان الدم في الشريان وفي نفس الوقت عرفه انه في جلطات هتقابلك. الانسان كلنا عندنا الانسان الجلطه اللي في حياتنا اللي لما تقول له انا هعمل كذا وكذا وكذا وهبقى كذا يروح يقول لك اه والله ان شاء الله يعني بس الحاجه دي صعبه انت هتقدر تعملها؟ اه والله انا هقدر اعملها عادي جدا. طب انت عايزه تدخلي كليه ايه؟ والله انا نفسي ادخل كليه طب. يا شيخه طب من بقك طب ايه بس؟ والله لا بجد انا اقدر ابقى دكتوره انا اقدر ابقى دكتوره معروفه مشهوره العالم كله بيتكلم عليا بس انا مش محتاجه النقد بتاعك. لو انت هتديني نقد بناء انا موافقه لو مش هتديه يبقى خليه ليك انا مش محتاجاه. وفي نفس الوقت لازم تعود عقلك ان الانسان ده مش هيبقى عائق ليك او مش حاجه هترجعك لورا بالعكس ده هيبقى حافز انك تتقدم وتثبت له ان انت بقيت الحاجه اللي انت عايزها. لو يعني انا مش بقول الكلام ده علشان اثبت ان ممكن تخرج من اي موقف صعب بانك تفتكر ذكرى او تفتكر شخص معين بتعتمد عليه. أنا بقول الكلام ده علشان أبين إن أنا لقيت كلمة السر الخوفي لقيت المفتاح لقفل نجاحي لقيت الحاجة اللي بيها أقدر أعدي أي حاجة صعبة ودي مش حاجة صعبة. Each and every one of you can find it so easily. لو أخذنا مثال الهيدفون بتاعت الموبايل لما تيجي تسمع في الهيدفون بتاعت الموبايل بتلاقيها متكعبلة أول ما تاخدها. في ناس تمسك الهيدفون
وتحطها في ودنها وتحط السوكت في الموبايل وتسمعها وهي متكعبله. وفي ناس بتفضل تعملها كده وتنطرها لحد ما الهيدفون تتفك، وفعلا بتتفك وبرده بيسمعوا الحاجه اللي هم عايزين يسمعوها. وفي ناس بتفكها سلكه سلكه لحد ما تتفك، وبرده في الاخر بيسمعوا الحاجه اللي هم عايزين يسمعوها. مش الفكره ازاي، الفكره انك هتوصل. ايا كانت الطريقه انت هتوصل للحاجه اللي انت عايزها. دور هتلاقي، حاول هتنجح وتفشل، جرب هتنجح ان شاء الله يعني. شكرا.